سعيدكم حباباتي، على بالي راني اون غوتار شويه، مي هكذاك جيت نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه، ينعاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله كل عام يلقانا بخير. فوالا اليوم جيت نشارك معكم لا روتين تاعي في العيد كيما كامل الجزائريات، الله الله بالطبع، اللي نوجدوا كل ما تجي ليله العيد نبقاو نسهروا حتى 3 تاع الصباح، وحنا نوجدوا الصالون، نوجدوا السنيوه والقاطو، هكذا نوضوا نصلوا صلاه العيد ونستقبلوا الضياف ونستقهوا الله الله بالطبع والشعر. هنايا ليله العيد كنت حضرت الصالون، فحفحته نيتويت كلش، مسحت الغبره وسيقت، ومن بعد رحت وجدت الحلويات التوعي، كنت شاركت البعض منها معاكم في رمضان الوصفات تاعهم، والبعض الاخر سمحوا لي بزاف ما شاركتهمش معاكم باسكو طحت مريضه بالبزاف، دعوا لي برك دعوه الخير. فوالا دونك وجدت كامل السنيوات تاع الحلويات التوعي بالطبع، غطيتهم بالسيلوفان، وجدت السنيوه تاعي لا بونبونيير عمرتها بلي بونبون، سياقت فرشت الزرابه وكملت، غطيت كلش وخليته هكذاك حتى الصباح. فوالا هاد المقروط كنت شاركته ديجا معاكم، يجي هبل ويجي معسل للقلب يا البنات. فوالا حضرت كلش هكذا كيما راكم تشوفوا، بعد ما نكمل التحضير نخليكم مع صلاة العيد من مسجد يسموه المدرسة في بيلكوغ في حي بالوزداد. هكذا هنا كنت وجدت البقلاوة تاعي، البقلاوة هاد العام ما حبيتش ندير هذيك البقلاوة تاعنا واعرة شوية باسكو كنت مريضة لها غالب، وجدت غير هادي البقلاوة بلا باتا فيلو. الوغ نخليكم مع صلاة. أنا داخلين في المسجد الشيخ أحمد الحافظ المدعو مسجد المدرسة.
حطينا فيها الحلويات التقليدية الجزائرية والعصرية اللي كنا حضرناها نص حضرت معاكم في الفيديو، والنص الآخر الله غالب حضرناه ما كنتش قادرة نبارطاجي معاكم الفيديو، ورحت لبست هكذا الجبيبة تاعي، لبست حوايج جدد ودرت هذيك لابغوم تاع الأميرة، وليت أميرة في هاد العيد بهاد لابغوم اللي دير غير 50,000 وريحتها بزاف تهبل. يا البنات إلا حبيتو تشروها سيغتو العرايس ريحتها تشبه الأميرة العرب. فوالا استقهوينا مع العائلة والأقارب والضياف، وعلى بالكم كيما كامل العائلات الجزائرية. دوك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نخليكم مع باقي الفيديو والسلام عليكم.